هنلاقي عندنا في جزء استكشف فيديو هنتفرج عليه دلوقتي عن منطقة الشلالات، وعايزكم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تقروا النص اللي مكتوب وتركزوا مع المعلومات اللي بتمثلها الأعداد اللي هتظهر في الفيديو، ولما نرجع هنكمل باقي النشاط. يلا بينا. تقع منطقة وادي الريان جنوب غرب مدينة الفيوم. تحتوي هذه المنطقة على بحيرتين اصطناعيتين. وصلت المياه أولاً إلى البحيرة العليا والتي تبلغ مساحتها 50.90 من 100 كيلو متراً مربعاً. بعد ذلك تدفق تيار من البحيرة إلى الأسفل عبر جزء أعمق من المنخفض، وشكل بحيرة أخرى بمساحة 62 كيلو متراً مربعاً. تحولت الفيوم بعد البحيرات الصناعية وشلالات وادي الريان لمنطقة سياحية. فكر، ما هي المناطق التي يمكن أن تستغلها في مدينتك أو أي مكان في مصر لتتحول لمنطقة سياحية؟ شارك صوراً مع زملائك لتشجعهم على زيارة هذا المكان. من المعلومات اللي عرفناها عن منطقة وادي الريان إن فيها بحيرتين اصطناعيتين، وكانت مساحة البحيرة العليا 50.90 من 100 كيلو متر مربع. طيب لو واحد من التلاميذ حاول يقرب المساحة لأقرب عدد صحيح، فقرب 50.90 من 100 كيلو متر مربع ل50 صحيح كيلو متر مربع. المطلوب مننا نفكر ايه اللي عمله زميلنا بشكل صحيح وايه اللي عمله غلط، وكمان تفكروا في السبب المحتمل للخطأ ده وتحلوا المسألة بطريقة صحيحة. هسيب لكم وقت تفكروا، ولما نرجع هنتناقش في الإجابات مع بعض. واحد من الآراء اللي ممكن تكونوا فكرتوا فيها إن زميلنا كان فاهم إنه لما يقرب لأقرب عدد صحيح العشرات مش هتتغير، علشان كده ساب الخمسة زي ما هي. وعايز أقول لكم على حاجة، هو لما فهم إنه هو عايز يقرب لأقرب عدد صحيح فقرب لأقرب عدد صحيح، يعني العدد اللي جابه في التقريب هو عدد صحيح، لكنه ملاحظي إن التسع أجزاء من عشرة بتساوي تقريبا واحد صحيح، وإن المفروض العدد الصحيح هنا يزيد واحد في الأحاد، ومش هتكون الإجابة 50، لكن المفروض إن الإجابة الصحيحة هتكون 51 كيلو متر مربع. ولأن هدف درسنا النهاردة هو إننا نقرب الأعداد العشرية لحد الأجزاء من 1000، هنحتاج نفتكر استراتيجية قاعدة التقريب اللي احنا درسناها في سنة رابعة. كانت أول خطوة إن احنا بنحط دايرة على يمين الرقم اللي في القيمة المكانية اللي عايزين نقرب ليها، يعني لو هنقرب عدد لأقرب 1000 فبنحط دايرة على الرقم اللي في المئات. بعد كده بنبص للرقم ده اللي في الدايرة، إذا كان 5 أو أكتر بنزود الرقم 1، وإذا كان الرقم اللي في الدايرة 4 أو أقل بنكتب الرقم زي ما هو بدون زيادة، والأرقام اللي على يمينه بنكتبها كلها أصفار، وده في حالة لو كنا بنقرب لأقرب 10 و100 و1000 وهكذا. أما لو بنقرب لأقرب جزء من 10 أو جزء من 100 أو جزء من 1000، ممكن نبدل الأرقام أصفار أو ممكن ما نكتبهاش. والاستراتيجية التانية اللي درسناها كانت استراتيجية نقطة المنتصف، واللي كنا بنستعين فيها بخط الأعداد علشان يساعدنا في عملية التقريب، وكنا بنحدد على خط الأعداد نقطة المنتصف بين عددين، وبنشوف العدد اللي عايزين نقربه هيكون أقرب لمين من العددين. تعالوا نطبق الاستراتيجية دي اللي هي استراتيجية نقطة المنتصف في نشاط تقريب الأعداد العشرية. بس قبل ما نحل الأسئلة هنوضح الفكرة على خط أعداد
ومكتوب عليه العددين اللي كانوا معانا في نشاط استكشف. تعالوا نشوف كده. آدي خط الأعداد اللي موجود قدامنا، موجود عليه العدد 50 صحيح و51 صحيح، وهنلاحظ أن الخط متقسم لعشر مسافات متساوية، يبقى كل علامة على الخط بتساوي 1 من 10 أو 1 على 10 من الخط كله. الشرطة الطويلة اللي في النص دي تعتبر هي دي نقطة المنتصف اللي هي دي، تمام؟ يعني هتكون كام؟ اللي في النص ما بين 50 و51 أكيد هتبقى 50 و5 أجزاء من 10 أو 50 و5 على 10. تعالوا نكتبها جوه المستطيل. هنا 50 و5 أجزاء من 10. دلوقتي هنكتب العدد 50 و9 من 10 على خط الأعداد اللي موجود قدامنا، ومكانه أكيد هيكون قبل العدد 51 صحيح بشرطة واحدة أو بمسافة واحدة، يعني هيكون العدد بتاعنا اللي احنا عايزينه هنا 50 و9 من 10. طب يا ترى نتأكد ازاي ان مكانه كده صح أو حطناه في المكان الصح؟ الأفضل ان احنا نعد من بعد 50 صحيح ونزود كل مرة 1 من 10 لحد ما نكتب الأعداد اللي بتمثل كل شرطة على الخط. يبقى أول شرطة هتمثل 50 و1 من 10، تعالوا نكتبها مع بعض. أدي 50 و1 من 10. الشرطة التانية هتبقى 50 و2 من 10، برافو. الشرطة التالتة 50 و3 من 10، كويس قوي. طب والشرطة دي 50 و4 من 10، والشرطة اللي هي الطويلة اللي هي نقطة المنتصف فعلا هي 50 و5 من 10. تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس. مدرستنا، المستقبل يبدأ الآن.